البروجي ديالي وهذا، وكان السيد الرئيس كنتواصلوا ديما و يعني اكد على انني خصني نجي ان شاء الله وجيت. كنشكر السيد رئيس الجماعه وهنيئا لك السيد الرئيس، لان هذا المعرض هذا اول معرض في الجهه الشرقيه اللي دار بالنسبه للصناعه التقليديه، ولنا الشرف اننا دينا الجماعه ديال راسنا. فهنيئا السيد الرئيس وهنيئا للجماعه وهنيئا للمدينه بهذا المعرض الجميل، وهنيئا كذلك لان جاء هذا المعرض في يعني في التوقيت اللي هو في محله، التوقيت يعني في الصيف اللي هي يعني واحد فصل ديال العطل يعني مهم جدا. فالسيد الرئيس ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه بجهه الشرق، السيد رئيس الجامعه، السيد الباشا، الساده الاعضاء، الساده السيدات والساده الصناع الصانعات والصناع التقليديين، كنشكركم بزاف انكم لبيتوا الدعوه باش تحضروا لهذا المعرض هذا اللي هو مهم جدا، اللي هو معرض يعني اول معرض يمكن كيدار في الجهه السيد الرئيس من بعد الجائحه. فهنيئا لكم جميعا. وكنشكر السيد الرئيس ديال غرفه الصناعه التقليديه يعني بالحزم ديالو يعني بالنشاط ديالو فيما يخص يعني تنميه هذا القطاع هذا اللي هو مهم جدا بالنسبه لنا، وكذلك بالقوافل التحسيسيه اللي قام بها في جميع الاقاليم ديال الجهه. فالشكر موصول لك السيد الرئيس وكذلك لجميع الاعضاء ديال غرفه الصناعه التقليديه والسلطه المحليه اللي تعاونت معنا في الورشين المهمين اللي هما ورش يعني السجل الوطني للصناعه التقليديه اللي هو ورش وهيكل بالنسبه للصناعه التقليديه، واول يعني قطاع اللي غيكون عنده واحد السجل يعني وطني اللي هو سجل مرقمن لجميع الصانعات والصناع خصهم يتقيدوا في هذا السجل هذا. وبدينا تقييد في السجل الوطني للصناعه التقليديه يعني منذ شهر فبراير، والان وصلنا تقريبا لواحد 240 الف صانعه وصانع تقليدي اللي مقيدين في هذا السجل الوطني للصناعه التقليديه، لان القانون اللي تم استصداره مؤخرا في 2020 وكذلك النصوص التطبيقيه ديالو بالتشاور مع جميع غرف الصناعه التقليديه في 2022 بدينا يعني كنسجلوا الصناع والصانعات يعني كذلك بمساهمه غرف الصناعه التقليديه وكذلك المديريات الجهويه والاقليميه للصناعه التقليديه. بالنسبه للجهه الشرقيه السيد الرئيس تقريبا وصلنا لواحد 9500 صانعه وصانع تقليدي اللي هم مقيدين في السجل الوطني للصناعه التقليديه. ويعني الارقام راه يمكن كتوصلكم كل نهار، ومازال خصنا نديروا مجهود كبير باش جميع الصناع والصانعات والصناع باش يتقيدوا في السجل الوطني للصناعه التقليديه، لان القانون كيحتم هذا الشيء، لان اي صانع باش تكون عنده ديك الصفه خصو ضروري ولا بد انه يتقيد في السجل الوطني للصناعه التقليديه. هذا الورش المهيكل ديال الصناعه التقليديه اللي خصنا نخدموا عليه الجميع بتضافر الجهود ديال الجميع باش نقدروا ان شاء الله اننا ننجحوه. ثم كاين الورش اللي هو مهم جدا، الورش الملكي ديال التغطيه الصحيه اللي وصلنا فيه تقريبا اكثر من 300,000 صانع تقليدي وصانعه تقليديه اللي هما منخرطين في هذه التغطيه الصحيه. وبالنسبه للجهه الشرقيه وصلنا تقريبا 45% ديال الصانعات والصناع التقليديين اللي خصهم ينخرطوا في 2022 في هذا السجل الوطني للصناعه التقليديه. دونك عندنا تقريبا بالنسبه ل 2022 تقريبا واحد 34,000 صانعه وصانعه تقليدي بالجهه الشرقيه اللي هم خصهم ينخرطوا في 2022 ان شاء الله. دونك وصلنا تقريبا السيد الرئيس ل 45% دابا، مازال من هنا الاخر ديال العام ان شاء الله باش نكملوا 100% بالنسبه ل 2022. ف كنشكر يعني
جميع الموظفين ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه وجميع الاعضاء ديال الغرفه ديال الصناعه التقليديه وعلى راسهم السيد الرئيس بالتعاون ديالو باش اننا بدلنا هذه المجهودات ووصلنا لهاد الارقام هادو سواء بالنسبه للسجل الوطني للصناعه التقليديه ولا الانخراط في اطار التغطيه الصحيه باش ان شاء الله من هنا لفان دلاني نكونوا في حسن ظن صاحب الجلاله نصره الله اللي اكد على هاد الورش ديال التغطيه الصحيه في جميع المناسبات في جميع يعني لي ديسكور ديال سان ماجيستي الله يستر. والسلام عليكم. شكرا السيد المدير، لقد شرفتم هذه التظاهره الاقتصاديه بحضوركم في هذا في افتتاح فعاليات معرض راس الماء جماعه راس الماء وجماعه شاطئ راس الماء. السيد المدير بالنسبه للتغطيه الصحيه كنقول لكم بالنسبه للسجل الوطني والتغطيه الصحيه هناك خليه مشتركه بين المديريه الجهويه للصناعه التقليديه وغرفه الصناعه التقليديه وتعمل بتنسيق تام وكاين جولات في جميع الاقاليم ديال الجهه الشرقيه وكاين تجاوب كذلك مع الصناع تجاوب الصناع مع هذا الورش الملكي الكبير اللي هو ورش كان دائما يطالبوا الصناع باش تكون عندهم تغطيه صحيه والحمد لله اليوم بفضل الرعايه الساميه ديال سيدنا الله ينصرو هو هذا الورش يتحقق وان شاء الله نتمنوا الصناع التقليديين باش تكون عندهم شويه الحركه وباش تكون عندهم شويه المدخول باش يشاركوا وينخرطوا في هذه العمليه.